مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أحلى ناس مع أحلى برنامج على أحلى قناة. نتلاقوا من جديد في هذا رمضان الكريم باش نحضروا فطورنا مع بعض. نحضروا وصفات من بلد راح نكتشفوه اليوم. راح زمان وجا زمان وجات دراما من بعيد تحكي وتتحدث على بلد وتسلط الضوء على عادات وتقاليد. هذه الدراما خلات كل اللي يشوفوها يتمنوا يزوروا هذا البلد، وحتى يسموا ولادهم ولا بناتهم على أسماء أبطال مسلسلاتها. هذا البلد كان إمبراطورية إسلامية عظيمة، سميت على اسم مؤسسها، والقانوني خلاها تروح لكل مكان. بلد جميل. الناس اللي تبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي يعرفوني بلي مؤخرا رحت لها عدة مرات ووقعت في عشق هذه المدينة بالذات، عشق كل شيء فيها، شوارعها، مساجدها، هوائها، أكلها. اليوم راح تكتشفوا معايا مدينة من مدن ألف ليلة وليلة. أكيد الحلقة تاعي كما تعودتوا ما راحش نفوتها وحدي، راح يكون عندي ضيف، أنا أعتبره فارس من فرسان الأغنية الجزائرية والقسنطينية بالتحديد. هو فنان يطربنا، صح؟ اكتشفتوه كذلك في التمثيل، ممثل بارع، واكتشفتوه في اسم وسامة بن عمار. قمر حال نبغيك يا العمر وانتي علمتيني السهر. صافا جبتها شوية، صافا أني قريب طحت. مرحبا بك. بخير سيدتي. الله يخليك. كل عام وانت بخير وصحة رمضانك. الله يخليك. صحة رمضانك. كل عام وانت بخير وصحة رمضان كل المشاهدين الكرام والأمة العربية الإسلامية عامة. إن شاء الله. شرفتني راك في كوزينتي، ألوغ قلت لي أنا ما طيبش، تحط يدك شوية كمان. أنا باك غندير لك خاطرك. شوفي نحط يدي، بصح الحاجة اللي حبيت نقولها إني أشكر اللي قام بتصميم هذا الديكور، وانت ما زدتيه جمالا ورونقا. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على هذه الحصه اللي رانا نشاهدوها عائليا ونتبعوها كل يوم. ربي يخليك. الوغ اليوم هذه الحصه نورمالمون تركيا، لكن انت طلبت طبق خاص راح نحكوا عليه، راح تشوفوا مفاجاه كبيره متعلقه باصول وتاريخ وكذا. نروحوا للكوزينه. راح نبدو مباشره في الكوزينه، اونت توت سويت دون فيف دو سيجي. الوغ باش نفهمكم يا جماعه، اليوم حكايتنا حكايه تركيه، والطبق هو تركي جزائري. تركي جزائري قسنطيني. قسنطيني وعنده علاقه بالياس القسنطيني. شوفي هي يعني والله فكره عيطوا لي على الحصه، يعني نشكر السيده منال الغضاب وانت كذلك ومعدي البرنامج الجميل هذا. انا خاطيني لي زيميسيون كولينار، بصح كي لورسكي ساجي دو شيف شهرزاد احنا نتبعوك من الناس اللي يحبوك ويامنوا بطيابك البنين. تسلم. في الدار احنا بزاف نطيبوا واحد البلا خاص بالعائله تاعنا، والبلا هذا يقول له طاجين بن باكير. دونك اليوم راني قلت لك على طاجين بن باكير، انا ما نعرفش نديرو بزاف، بصح قول لهم علاش خاص بالعائله نتاعكم، لانه انا صراحه يا جماعه يعني واحد ما يكذبش، انا من عشاق الطبخ الجزائري، لكن نقول بلي ما نعرفش كلش، خصوصا انني من الغرب. واش علاقتك بن باكير، اسم بن باكير وطاجين بن باكير؟ شوفي هو هذا الطاجين بن باكير هذا خاص بالعائلات القسنطينيه، هو يعني كان يديروا كما نقولوا واحد من جدودي، دونك في عائله باكير ولا عائله بن باكير ولا عائله بالحاج باكير اللي هم من قسنطينه. كل واحد واش فارس في ميدان ما، يعني في وقت البايات يعني كان طباخ في وقت لا البايات. لا كان واحد كان فارس مع احمد باي، وكان واحد كما نقولوها في الطب على ما ادري، وكان واحد هذا الحاج ابراهيم ربي يرحمه برحمه الله، واسمه الحاج ابراهيم بن باكير، هو كان الطباخ الرسمي لداي احمد باي، وكان هو برك لو سول اللي يطبخ له. دونك وكان بزاف يحب احمد باي، كان يحب بزاف هذا الطاجين بن باكير، لانه يعني طاجين سهل وطاجين يعني تم يديروه، وكان فيه لمسه هو اللي داروه، هو اللي انا سمعت باللي هو كان يبتكروا. انا ما عشت الوقت هذاك درك، بصح يقولوا اللي هو اللي ابتكر. يقولوا دونك هذا البلا هذا ما لازمش لو بولي يكون باغ اكزومبل يديروه دون زان ميكسور ولا اكزاكتومون، يدوا ات اشي بالمهراس ولا بالخدمه، انا هذا اللي الشيء اللي خدمي. قولي الموس. ايه الموس، انا نقولوا الموس، انا نقول خدمي. ايه خدمي. دونك هذه هي ولازم السر تاعو ثاني لازم يبات. اكيد تعرفي الاكلات الشهيه في قسنطينه السر تاعها ثاني لازم تبات. زير يديروها لافي البارح من داك كيش تبات. ماكله تختوخه ايه كي تتاكل على 12 وتخليها تبات وغدوه تاكليها على 12 حاجه اخرى فيها السر هكذا، فيها التليتلي التريده النعمه. احنا نقولوا النعمه انتم تقولوا الطعام في الجزائر. كاين اكلات انا من الغرب. كاين اكلات كثير في قسنطينه كي تبات تولي احلى. احنا التشخشوخه كي تاكليها على 12 ولا في الليل غدوه تاكليها على 12 سي بنه واحده اخرى. التليتلي التريده النعمه تتشرب نكهات تشرب تريح تتقعد تولي غدوه كي تاكليها تعاودي تجمريها برك صح. تسمى هذه وهذا الحاج ابراهيم بن باكير كي كان يدير الاكله تاعو هذه ارتأى من الاول وقاري زمان عقوبه. باك ناس بكري هادو عندهم يسون بو فيزيونير كي يقطع اللحم ويدير له الدرسه تاعو كامله هذه والتوابل يزيد لها الدقاق. الدقاق هذا هو الغبره تاع الفريك. انا نورمالمون كنت نقول لك جيبها لي باش على بالك ما صحاش انا غادي ندير الفرينه الله غالب. جوجل ما لقاهاش درك انا هذه وراح نلقاها نديروها ونيماجينيو اكزاكتومون باسكو ابارمون سي لا بودره تاع الفريك. وتتباع باطل هذه تما بكري في قسنطينه جو سي با لا كان يبيعوها مي تدي الفريك تاع قالمه ولا تاع السمندو. احنا كيما نقولوا السمندو ولا الروفاك ولا المهم جهه قريبه من قسنطينه كي ندير الفريك الدقاق هذاك تاعو لو سيربلو هذاك يمدوه. هذا هم الناس كاين الناس عائله تتخبيه وتعاود دونك اس مومون درك في الوقت هذا ولاو يديروا beaucoup plus sur la chapelure. Oui. La chapelure fine. Chapelure, oui, exactement. Chapelure mais beaucoup farine. Plus, هما بكري كانوا يديروا الدقاق وبالدقاق هذا دونك لو لوندومان باه يطيب هذا الطاجين. طاح نديروا طبق يعني في الاول صوص بلونش عادي نديروا بصل مع الدجاج نديروا له شويه معدنوس ملح فلفل اسود ونخلوه مع الزبده ونمرقوه شويه ونخلوه يطيب. الوغ انا قليته مليح. جي في ما بارتي. Tu vas faire ta partie. Je sais que ما تدخلش كوزينه. انا صاي دوك نحي تدخل نحي الفيستا دوك انا صاي سي بون. لا نحي الفيستا بصح ما ندير والو. اكيد تعرف الراجل في الدار يلعبها وانا بعد المرايه ندير كلشي. الوغ اون دي كو زعما لي ميور شيف سي دي زوم. بيان سور. ورينا في اونور اوزوم. فازي. اختي في اونور اوزوم باش نعرف حنا الرجال كي تعرفي فريت اومليت فيون داشي فريت اومليت فروماج. سي سي moi je crois que quand ils s'y mettent ils savent faire. Il y a pas comme les fainéants quand ils s'y mettent صح. Exactement. Alors parce que في الوصفه نتاعو واش قال؟ وصفه تاع طاجين من باكير واش قال؟ قال باللي لا فيون ما غاديش ناشيوها افيك ان اشوار تدوا اللي كنديروها بالسكين. قال لي اسوا لازم نقطعها. قال لي لازم نقطعها. انا هكا سمعتك شغل من بعيد ولا haché menu. Donc tu vas vraiment il faut l'huile de coude. Il faut aussi des olives que tu vas hacher un peu d'oignon que tu vas hacher. C'est bon, tu vas c'est bon. Allez, on y va. Bismillah. Allez. On te voit à l'œuvre. Allez, bismillah. Non mais je crois que là tu dois aller d'abord scalope on va. Ça dit نفهم عليك. خليك تخدم. الوغ حنا نفهمهم واش درنا يا جماعة الخير. هنا حطيت الزبدة مع البصل قليت معاه الدجاج درت معاه قليت قليتهم فريمون بيان حطيت ملح فلفل اسود وحطيت معدنوس ومرقت وراح نخليها تطيب. اوكي كوم في اون صوص فوالا نخليها تطيب. كابابل يجي طاجين بن باكير كابابل يجي طاجين الياس. سافا تي دونسا بالك باللي بوكو بلوس النساء الفحلات سي النساء الفكرات اللي يفكروا. واش معناها الفكر؟ من الافكار من الافكار. حنا في قسنطينه باغ اكزومبل ما تهضر مع مرتي دي فوا تقول لها كي تكون ما عندك والو افكري تما من الافكار تما دان غيان المراه ديال الكعشه. وي هذه هي دونك نو افكري تما عندك حبه طوماطيش عندك شويه بصل عندك شويه هذاك شويه هذيك سي ديري ان بلا ماشي اللي عندك. هذه اشاك فوم ما تقولها جو ساليو ما مير ونقولها طول العمر ان شاء الله. كي اسمها الله؟ ليلى السلطانه ليلى. الله يبارك طول العمر ان شاء الله. ربي يحفظها لك ان شاء الله ربي يحفظها لك. دوك هنا يفو فريمون الاشياء شوفيه تقول هذا واش داه راح يلبز لتما درك ها تعرفي نسى. اي وي والله يشوفك في مسلسل لعبتي يقول ابا من الشام تاعنا راه في الطياب درك. اسمي هذا كان يلعب في المسلسل ولا يطيب ما عرفت قطع اللحم. زيد معاه الزيتون باش تقطعوا نفس الوقت. الزيتون ديروه وحده. ديروه وحده اوكي، باسكو نورمالمون يتقطع معاه. راك جايبها تقول ما نعرفش ولا ما لا ماشي ما تعرفش، ما تبغيش تدخل، ما تبغيش تبين بلي تعرف. ها دوكا كنت تشوفيني دوكا نبان هكذا المدام تولي تقول لك شافها تولي تقدر تقولي طيب لي وكذا نولي ندير سربيطه في الدار يا مدام ما راكش باغيك تطمعي فيهم فات. واش راح نضيفوا لهم بعد؟ هي نورمالمون في الوصفه الاصليه يضيفوا له هذيك بودره الفريك، حنا ما راش عندنا اسمها حنا الدقاق باش الكلمه الاصليه الدقاق، حنا ما عندناش يا جماعه سمحوا لنا سمح لنا سي إلياس. راح نحطوا الفرينه وراح نحطوا لها من بعد الجنجلان، انا استغربت وجود الجنجلان في لي كروكيت مي ابارامون سا دون ان تري بون غو. راح نضيفوا لها ثاني اثنين صفار بيض باش نطموها بها، زوج عظام وراح نقليهم بعد كي في الزبده يتقلاو في الزبده. الي فرانشمون يعطيك الصحه انا جي بيان في نخليك ديره tu l'as super bien fait. شوفي حنا بيان سورتو في رمضان كنت تخليونا برك نطيبوه. خليه يا مدام سابي كومون كيسموها الزوجه تاعك الزوجه الكريمه سابي مرتي اوكي مرت إلياس خليه يطيب راهي الاشيم قال لك بلي غير خليه نطيب نجيبها لك شابه. لا جينيرالمون حنا نحبوا نعاونوا في رمضان مي سامبلومون في 7 في 10 في 10 رجال يحبوا يعاونوا نساهم سيبي 4 ضربوا. كيفاش 4 ضربوا؟ هكذا هي تحب دير هكذا ويحب يدير هكذا شاكان سي زابيتود. انا نحكي بلسان كل النساء حنا اون بيان سفير سيرفير تاع مجمعه وذاك النهار ما ندير والو ويطير لك كلش ويحطوه لك الطابله مسقمه الله يبارك من الشوربه تاعها من الطاجين تاعها. بصح نزيد نغسلوا الماء ثاني. نغسلوا الماء معليش يا سيدي ما تغسلوش معليش بصح حاولوا شويه يعني ماشي كي تدخلوا تردوها شخشوقه. كي دي حلاوتنا مدام الله غالبه هي سي سا. الوغ هنا انا جايبهم بيان افونسينا بيان. انا ما جي بخون دي غون باسكو راح نخربوا في اللحم جي تيبارني سا صوفي لا حاب تلبس لي غون مي ما تياب بلي غون شويه ثاني لا باسكو اللحم بعد كي اليدين ايتو الحاجه الوحيده اللي نديرها بلي غون هي كي نخرب في اللحم داكور كي ديري هذيك هذا ما كان دوك هنا جي بخون دو جون اوكي فوالا هنا جي بخون انا ديت الفرينه في بلاصه الدقاق حاجه قبيله هو ياكد عليا قال لي باللي ضروري جدا انه يبات يعني كي ديريه يبات. دوك هنا واش درنا نعاود نفكروا إلياس واش درنا دجاج بصل معدنوس زيتون اخضر زيتون عربي معدنوس درنا الدقاق نورمالمون في بلاصه لا واش درتي في بلاصه الدقاق؟ درت فرينه في بلاصه الدقاق ودرت لي درتي شويه جنجلانيه نقولوا جنجلانيه جنجلانيه اكزاكتومون. واش هو الطبق مع زوج دو جون دوف واش هو عطيني الله يخليك ملح وفلفل كحل ملح لي ملح هذاك ملح كلش ابيض دابا كتبان فلفل كحل هذاك فلفل كحل شوي تمام ونديرو شويه ملح ماشي لا توش دو ماتر ماشي قرصه زيد شويه انا نملحوا الكفته يا اختي الناس المرضى كيفاش لا غير شويه هنا الكفته رانا كاين محل. وفي الحلويات القسنطينيه واش تحب؟ واش نحب كي على بالك سلطان المايده هو المقرود صح الغريبيه البقلاوه مقرود المقله Il y en a un. Okay. Mais t'es plus bouche sucrée ou salée? Salée. Ah. Salée, la preuve. On goûtait les choses sucrées, mais تكون حاجة salée, والله على بالك. تاع طواجن حنا تاع تغماس حنا لي كونسونتينو تاع تغماس. الله يبارك باش تغمس بالمطلوب. هذا فرشيطة دوك مع الريجيم تغمسي فرشيطة تيماجيني الخبزة في يدك لاكوش وتاكلي. Alors احكي لنا شوية على دورك في يما. Est-ce que c'est une personnalité qui te ressemble ou là à l'opposé, il y a Axe ou Chuntukunta. C'est le papa qui adore sa fille, qui adore sa femme, qui n'est pas d'accord avec son beau-fils. C'est le papa qui راهو داخل في معمعة كبيرة تاع لا فونتولين مع أقومي عمر اللي يلعب دور عمر. Donc j'étais le comptable في ال1 في ال2 ثروه يعني كم رانا في رمضان ورانا كيما نقولها ما نقدرش هاك نتبعوا في نتبعوا في اللي هو لي با دو فيتون. دونك كل حلقه واش طرأ فيها، ويعني الشكر موصول للمديح بالعيد اللي قام كما نقولها بكتابه سيناريو بحبكه حكمه دراميه، حبكه دراميه جد 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 ذكيه وجد سلسه، خلات تخلي المشاهد يعني في صح. هذه سي با لا سيزون دو ترو، لا سيزون دو ترو صراحه نو 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 فرانشمون لا جو بونس با. بوكو دو جون قالوا لي على هما 3 على هما 4 بوتيت كو هما 4 بروشينمون، مي لازم ندخلوا في ثقافه لي تريلوجي. وعامر بهلول بهذه الجرأه هذه وبالشجاعه هذه دونك حب يدخل في لو سيستيم دو تريلوجي كي 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 كي, كي دو بروميير سيت اني، باسكو يشوفوا اني بالك منتج ما دارها يعني الان والدو وطروا واللي ما لا الرابع، باسكو علاه البوبليك تاع يما فيداليزان سارتان بوبليك، ايزون فيداليزان سارتان بوبليك يعني نجح بالنسبه لي. سي لو ميم كا، سي لو ميم كا، نجاح سي الجمهور هو اللي يقول. مي كي نشوفوا درك بابور اللوح 1 بابور اللوح 2 دونك بلوتو ولاد الحلال ومن بعد بابور اللوح سي لا كونتينيتي كيلكو باغ يما 2 بوركوا با 3 وي. دونك هذه هي دونك الجمهور اي دوفوني كيلكو باغ انديريكتومون فيدال بمرور الاعوام. الشخصيات تعلق بها وحبها، شخصيات ناس درك ولاو عندهم كيما نقولها شخصيات راهي غير يتسناو فيها كل صح. احنا او كور دو تورناج ميم كي كنا في سيدي فرج تلاقينا عائلات وتلاقينا دي فامي تلاقينا ناس هكذا من الخارج وجاو هضروا معنا وعلى بالهم كل واحد اسمه. انا كاريمو ولا يعيطوا لي وسامة بن عمار كاريمو في ولا اسمك هذه هي وسامة بن عمار، واحد يقول لك بابا مروه، واحد يقول لك هذاك إلياس القسنطيني، واحد يقول لك هذاك اسامه، دوك تخربطوا شويه. هذه هي مي اون اسي مي انا من الحصه هذه نقول باللي اسامه بن عمار ماهوش غير في التمثيل، هو ثاني في الغناء ومازالني في الغناء ومازال قادرين على العطاء في المجال الغنائي. وبربي ان شاء الله امور رائعه قمر، بربي ان شاء الله راح ندخلوا في غمار السلطنه، وبربي ان شاء الله احنا بدينا في التحضيرات الكامله للكليب اللي راح يدار في قسنطينه افيك ان كاستينغ افيك وتوجور راح تدخل في الحقبه العثمانيه والحقبه التركيه اللي كما نقولها استمدينا من هذيك الاغنيه يعني من خلال الطرب تاعك تحكي على تاريخ كذلك المدينه اللي تحبها. شوفي نقول لك سيدتي الفاضله، ما كانش بالك فنان غير على قسنطينه قدي، ما كانش فنان يعني ما كانش فنان بالك في الجزائر غير على مدينته قدي، باسكو اعشق مدينتي حتى النخاع واعشق قسنطينه واحب قسنطينه حبا جما. الحب هذا اللي خلاني اشك نغني على قسنطينه ونحافظ على تراث قسنطينه ونحكي تراث قسنطينه. واغنيتي الاولى اللي اشتهرت بها هي قندوره قسنطيني. يعني انت عاشق قسنطينه الابدي. هي مدينه الحب ومدينه الجمال ومدينه كما نقولها الثقافات ولا اكيد. شوفي تراثها وكما نقولها زينها وماها وبهاها وزين نساها كما يقولوها. صح، غنينا شي على قسنطينه. عباك كي 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 تشبع الكرش تقول راس غني، مازال ما ذقتش. معليش رانا نشمو. تعدى ولا بايس الليل، تعدى ولا بايس الليل، وخزرني ودبل عيونه 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 يا الزبدة دبت ولا لا لا نقصنا أنا دوها بعد نقص. كون جو شونجي ما بوال باسكو هادي اللي ان بو صح. أنا في خاطري أنا واحد الأغنية نحبها بزاف. إيه؟ فريمون. أنا حبيت هادو برك نبلاطيهم شوية. كي بلان ديموسيون. باسكو الناس يشوفوا هكذا يقول لك خاو جاو مكعبرين، هما ماشي مكعبرين لازم يجيو بلاطيين. حنا واش باقي لنا؟ باقي لنا غير نقليو لي كروكيت وهاد لاصوص اللي راها هنايا راح نعاود نسخنوها، أون فا لا فيلتخي، راح نسخنوها ونديرو فيها لي كروكيت اللي راح نقليوهم. مي هادي قلت لك كي تندار درسات بات. تاكي الطيب ما تبهش، تبات في الكرش. ايه تبات في الكرش. هي داك هي نورمالمون بيتوها. شو راح نطلعوا فاصل لو طون اللي نقلي هادو ونديرهم في المرقه باش نفوتوا الوصفه الثانيه. تغني لنا يا قمر. ان شاء الله حمريهم لي برك، حمريهم لي، حمرهم لك بيان تاكيد. الوغ رجعنا لكم. نجيب البكير قريب كملنا. هنايا قليت لي هذوك لي كروكيت ودرتهم في هذيك لاصوص. شوفوا الله الله سافا سا سون بون. هيا تو فاليد ان بو كي نضحك عرفي بلي سي بون يا سي بيان. دوك هنا راح نفوتو نديرو لي بيدي. اوني اون تركي. راح نديرو لي بيتزا بيدي. دوك راح ناخذ جو كومونس افير. راح نبدي ندير الحشو نتاعي باسكو لازم يبرد من بعد شويه باش نخدم بيه. راح ناخذ زيت وراح نقلي البصل والفلفل وراح نديروها بالطونه. تقولي زيت، انت تقولي زيت ولا تقولي هكذاك برك زيت؟ فتقولي زيت، اليوم قلتي زيت. عادي قسمت انا نقولوا زيت. شو هذاك اللي قال لك يبات مع الجاج يصبح يقاقي يقعد معك يومين ويقول نهضر قسنطينيه. باسكو حنا تاعنا الزيت وكذا. عادي نولي نقول لك يعيشك يا بابا. عادي راح نديري زيت؟ راح ندير زيت. دوك راح نقلوا البصل وراح نقلي معاه الفلفل غير يدبل شويه، نقلي معاه الفلفل وبعد راح نزيدو له التونه وراح ندير العجين. الوغ هنا دوك العجين من انا عجنت، شفتني عجنت عجنت وجي بيان افونسي. شوفي المراه الحره ما تشوفيهاش تعجن. الله يبارك. شوفي اوفغيه هاك فوت سي بون. دوك هنا واش درت حبابي في العجينه تاعنا. حطينا فرينه، درت لها شويه سكر، خميره الخبز اكيد، شويه خميره تاع الحلوى، درنا فيها كذلك قلت ملح، درنا فيها نديروها فيها شويه زيت، ممكن ديري زيت ممكن ديري زيت زيتون، وكميه من الحليب تجمعيها بالحليب وشويه ماء، دابور الحليب ومن بعد الماء. هنا بالنسبه هاد العجينه نخلوها ترتاح. انا عندي راها مرتاحه هنا بوك جو بيس ليتالي باسكو باش تقدي تايطاليها فاسيلمون يليق تكون خمرت لك. وراني نقدم، راني نحضر في الحشو نتاعي. الحشو نتاعي ولا لا غارنيتور نتاع لا بيتزا لا بيدي نتاعنا، عندنا البصل، عندنا الفلفل، فلفل الوان، وراح نديرو فيها التونه من الفوق. فوالا نا اون فا شحال ما تخليها كما تقولوا تركح نتوما، شحال ما تقدر تخدم فيها بسهوله. فوالا راها طابت لي. الله الله سا سون بون. البصله والفلفل فوالا كما يقولها طابت على نار منديه. يس هنا انا راح ندير لها باسكو كنت عاده ما تبلتهاش. الله يخليك لو بوافر اي لو سيل. السل عندي باسكو كنت عاده ما تبلتش. اوب اي لو بوافر. هنا راح نديرو لها، نزيد لها شويه طون. الوغ ناخدو نابورت كيل غو، بيكون ناتور، بيكون خير، ندير بيكون بيكون اوكي ندير بيكون. باغ كونتر عندك يدك طويله عليا تعطيهوني هذاك الاحمر. اه ستبلي. ايوا بيكون بيتزا ماشي بيكون ما درنا والو. هادي سي اون بيدي. سافرت ديجا جيماجين كو سافرت ديجا من قبل. وين مشيت؟ باختو. وين باختو؟ اون الجيري ولا لا لا في العالم؟ العالم درت. وين درت سيتي كوا تي كو دو كور لي بيي اللي تحب تروح لهم؟ منا لحقت حتى لي زيتازوني 4 فوا، منا تحت رحت حتى العراق. ايه وفي البلدان اللي زرتهم واش هما اللي تحبهم فعلا يعني ترتاح فيهم؟ العراق باغ كونتر جون كارد ان بون سوفنير على ماكلتهم، على طيابهم، على الهوسبيتاليتي نتاعهم. L'art culinaire تاعهم، l'art vestimentaire تاعهم. J'ai été vraiment foudroyé par Zin تاعهم. Parce que شفت des Algériennes mariées en Irak, des Irakiennes épousant des Algériennes. Donc شفت la beauté et le brassage تاع les Algériens مع les Irakiens. Machallah. Ça donne bien. Ah, ça donne bien. Un beau mélange. Donc هنا ما كلتهم ما نهضرش. وي الاكل العراقي لذيذ جدا. دوك هنا رانا خلينا البصل، درنا له الفلفل، ملحنا فلفل فملح فلفل اسود وملح، وزدت له التونه. هنا العجينه نتاعي انا كنت دايره وحده ارتاحت لي. راح نوري لهم لو فاسوناج. نرجع نعرفوا نديروا هذه، ما نعرفوش لافير هذيك اللي ما نعرفوهاش. شهية هذيك تاع جيوماتر، ولازم جيوماتر ولازم توبوغراف هذه اللي نحصلوا فيها حنايا. وخصها هذه حنا شامبيون. كواكو نحب ناكل هكذا كنابله دينا هكذا. على بالك تعرف شويه في لاكوزين، عندك ثقافه شويه في ثقافه اون جينيرال لاكوزين شويه برك. الوغ تما كان يوجد لك دي كيسيون اوكي، تروح تجاوب عليهم في هذاك البتي تروك. اوكي خليه لا لا خليه مازال ما كملتش، يعني عاد نوري لهم. دوك هنا حبيبتي حضرنا العجينه، قلت لك العجينه كنت درت فيها الفرينه، درت لها مغرفه سكر، خميره الخبز، شويه خميره الحلوى، درت لها ملح، ودرت لها زيت بسستها مليح، ومن بعد ضفت لها الحليب، طميتها بالحليب والماء، وتجي طريه وهشيشه. الله الله خلوها ترتاح ونقطعوها باش نحضروا بها. وهنا حضرت الحاج فيه بصل فيه فلفل، وخليناه يتقلى مليح، دبناه مليح، وضفنا له التونه. التونه شويه حاره. انا جو في فاسوني، راح تشوفيني كش راح ندير، والياس راح ياخذ اون كيسيون يفا ريبوندر. هزي ما قدرتش. علاه؟ اني مبروشي معاك. سي بيان راك تبع. راح شغل محجوبه على بالك. اه؟ راح شغل محجوبه. لا 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 ماشي محجوبه، راح تشوف باللي ماشي محجوبه. هنا راح نديرو كيما هاك تك تك اي اون فا ديكولي شغل لو كوتي بهذا الشكل، شغل قارب، وراح نعمروهم لداخل تو سامبلومون لا فارس. راح يتعمرو لداخل هنا ويغا غيان ابخي. جو برون ان فوق الحشو هذاك ما يغا غيان ابخي، يغا استادير يغا غيان ابخي ايبيس هكذا ولا والو. نو نو سي بون. لا فاس تاعنا لي ايبيسي راح نديرو غير لداخل، وراح يطيب فيها. اون اون بات مويلوز، اون فارس غوتوف، سي بون ما تحتاج حاجه واحده اخرى. خير الامور ما قل ودل. شحال مازال الاذان؟ شويه شويه مازال باقي لنا التحليه نديروها. جعت وي. قرا السؤال الاول تاعك. راك تتهرب باش ما تجاوبش. بسم الله. ما هو أصل طبق سباناكوبيتا؟ إسباني، يوناني، برتغالي. سباناكوبيتا، سباناكوبيتا، donc ça commence par Espagne, donc je pense que Espagne. ها؟ جو بونس هو كان راح يبان اسباني، مي انا نقول بلي برتغالي. نو عندك اون شونس سور 3. لا 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 انا كنت نخمم برك باسكو كنت عيان، انا تبان لي يوناني. يوناني هذيك هي يوناني، دونك ربحت الصيبه الاولى. اسمعي راني باطري فابل، بقات لي اونيتي وحده بهنا. راك تمشي بيها يعني. نتوضا ونصلي. اي شوف سؤال واحد اخر كاين. سباكان سي اون كيسيون بيجي. سباكانوبيتا هل هو اسباني؟ سبانا سي. كيف تقشر البصل دون دموع؟ عندي لا ريبونس. il faut fermer la bouche. وي كاين هادي. وي وكاين الماء. كاين الماء اي كوميم. اه fermer la bouche. وي واحد كيقشر البصل لازم يغلق فمو، لازم يخلي عينيه ولا يشوف ان اوتر اونغل هكذا ويقطع بصح يقطع صوابعه. مي سينون يفو يدك ديرها بالماء سي صا. اه اه ودير ثاني البصله في الماء، بصله شويه برك. اه صافا هادي دو. سي غي صافا. يعني واحد من اثنين. لا لا دو سبانوب كوبيتا. ما شفتش هذيك يوناني. اه وي عطيت لروحك لو بوان. اه دوك نديرو الثالثه. يعني ديت بالمقلوب ديجا. يوناني يشبه الصامتة. صامصة ماشي يوناني يشبه الصامصة. الجزائرية تحضر من عجينة الفيلو ومن حشوة السبانخ. وطبق يوناني هكذا بس ما كانش طبق، كان مكتوبة يوناني. ها عاود تقول لي ما سمعتش. يوناني فاصلة يشبه الصامصة الجزائرية تحضر من عجينة الفيلو ومن حشوة السبانخ. ما فهمتش هذا كان سؤال ولا جملة مفيدة ولا سي اون كيستيون. ايه هو سؤال. تبعيني مليح. يوناني يشبه الصامصة الجزائرية، تحضر من عجينة الفيلو ومن حشوة السبانخ. سي اون سبيسياليتي. زعما هو سؤال هنا. ايه سي اون سبيسياليتي غريك، تحضر من عجينة الفيلو والسبانخ. أنا كوبيت وأخيرا هذا هو. وهذا من راح تجيبو أنا دوكا هذا قولي لي. هذا جوجل كنت عيط له دوكا يقول لك أني مقيل ندير لا سياسة. خمم شوية خمم شوية. يوناني، طبق يوناني يشبه الصامصة الجزائرية، تحضر من عجينة الفيلو ومن حشوة السبانخ. ما كانش كيفاش نبدلو لا كيسيون هذه. زعما تدي جوكير؟ ايه ما كانش. اوكي نعطيك جوكير. اي راح. الوغ نعطيك سؤال، واش هو الهرماس؟ هرماس. ايه هرماس. هرماس او الفرماس على حسب كيفاش نعيطوا له. سي ان تروك الجيريان نسيبوه في الجزائر. شغل الفريك هكذا نو؟ نو حبسي ماشي فريك. بدلي السوجي هذا رحم بابك، علاه تروحي لي غير للماكله؟ عطيني سؤال واحد اخر. باسكو رانا في الماكله سيدي. عطيني من السبانخ هذو والحرماس هذا، عطيني حاجه اخرى. الموسيقى؟ ماشي موسيقى، عطيني حاجه في الماكله ما تكون حاجه لايت. جوكر، كوم سي ان جوكر. داكور. تي شونت، سي اكسيون فيريتي. لا سي اكسيون. غنيها لي باش ندفع انا هذا اللي يطيبوا. صاي شوفوا كي درتهم حضرتهم. راح نديروه يطيبوا في 100 درجه. شحال نبغيك هالامر وانتي علمتيني صهر، نعشق فيك ونموت سمر، لا عيونك ما نصبر لون السما والبحر، وعلى جلك كل شي يفوت. عيد برافو. انا كملت لي بيتزا بيدي نتاعي، راح نديرهم يطيبوا على 180 درجه مئويه كومام. ديك لا طابطه 180. ها هو شحال بغيت ندير؟ ثلاثه برك. دوك نزيد الاخرين نديرهم. ودي معايا مدام. دوك نزيد واحد تدي معاك وتكونجلي معاك وتاكل وتوكل. اوكي نضربوا فاصل ونرجعوا نديروا التحليه. اي داك. ولينا لكم يا حبابي، ولينا بالتحليه تاعنا. إلياس راك مشرفنا، راك منور البلاط، الله يبارك منور الكوزينه. تسلم الله يخليك. الوغ راح نديروا انا في تركيا درنا طاجين تاع الاجداد نتاعك، درنا هذيك البيدي، ودروك راح نديروا ان ديسير خفيف. هاد الديسير راح نديروه بالتفاح، عجينه محشيه بالتفاح ومحشيه بالجوز وكذا، اشياء جميله، وبعد فيها جوز الهند. انا نقصروا وانا نطيب، غير نقول لهم على المقادير. هنا عندي 150 غرام زبده، راح ناخذ منها شويه نحط نقل. جو في ريفونيغ دودون لي بوم تاعي، التفاح نتاعي. عندي زيت هنايا، كوب زيت، كوب صغير زيت. عندي 4 معالق كبار تاع سكر، عندي 3 معالق كبار نتاع البن، عندي خميره الحلوى، وعندنا الفرينه. هنا الجوز راح نحطوه مع الحشو نتاعنا، فوالا، وجوز الهند باش نرمضوا فيه. هادو كاع اسمحي لي مدام، هادو كاع تحليه. ايه تحليه تاع الليل في رمضان. ايه لانه راح نديرو عجينه. هادو كاع ياكلهم الانسان في الليل. مي سي تان كاتو اون فيت، باسكو راح نديرو العجينه وراح نديرو لها الحشوه، ومن بعد راح نرمضوهم في جوز الهند. ماشي حاجه كبيره يعني، يتبان لك مقادير بزاف. باكي ياكلهم الراجل هكذا يروح ماشي يرقد، يروح لا لا والله سي اون دوسور خفيفه، سي اون دوسور خفيفه. تدوب في الفم، تاخذ تدوب في الفم بصح تستاسيوني من بعد في لي زابدومينو تاخذ ان بتي كادو. واش تاكل مع القهوه تاعك انت؟ ثم هكذا نسا جينيرالمون تدوب في الفم، ولا غير الذوق، ولا غير درتها لك سبيسيالمون بوغ تو، ولا غير بيان سي تو بلي، ولا غير الذوق. انا وراسك شوف درتها لك سبيسيالمون بوغ تو، دوق ويا غير تهبط تخرج لك هذه هنا، تخرج لك خدك غدوه تنوضي الصباح تسيب لك هكذا. C'est un bonheur de cuisiner et la femme elle attend que غير راجلها يدوق ويقول لها رايو. En fait, la récompense تاعها هذاك البريق في عينه، هو فرحان كي راه ياكل فيها. سي با غون شوز. صح بصح المرأة تاني تفرح كي تشوف راجلها مدير لاطاي. هذا لاطاي يدير سبور. يدير سبور. هو تاني فرح تاني كيشوف مرتو. باغ كونتخ جو فودي باغلي دان تخوك روماركيتو بزاف يعني في جينيرالمون في النساء هكذا كي تدخلي راجل يدخل المراه بانا سا ماغيف با باسكو انا مرتي كي ندخل هاد الدار نصيبها شابه ما شاء الله تحفه روحها. الله يبارك. انا جو سوي كونتخ لي فام اللي طيبوا هكذا مع صباراتها هي وضربه نيمبورت كوا ولي سرني ولي كذا. بالها ملي كي تكون في الدار ولا راها طيب. اي سي با بو ديجا سي با بو ا فوار سي با بو بور لو مورال دو دو ماري سي با بو بور لو ماري دو لامبيونس دو لا ميزون ميم اي دي زونفون دونك حبذا انه المراه ماشي قال تزين روحها نو مي فوا اتر كوكيت في الدار هكذا. مي ديجا لنفسها كي تنوض الصباح وتتهلا في روحها ديجا لنفسها هي تحس روحها مليحه، هي تحس روحها تعطيها الثقه في نفسها، تحس بلا بوزيتيفيتي هذيك الايجابيه، تحس نهارها الا هي ما حبتش نفسها وما تهلاش فيها كيفاش حب الناس يحبوها؟ كومونس باغ إل ميم، شاريتي كومونس باغ سوا، كومونس باغ إل ميم. سي امبورتون بور لو ماري بور ميم مش مزوجه ميم سي جون في ولا نفسها لعمرها كي طيب تكون مورالمون بيان تكون كذا مي باغ كونتخ واحد وسمعت واحد الكلمه خطره قال لك على المراه اللي طيب بزاف في الدار وديما كذا بوبسلون وكذا وكذا بوكوا بوبسلون قال واحد الوقت كذا بوبسلون المراه اللي تقعد في الدار نهار كميه البصل والثوم كذا بوبسلون اي جو دي فرانشمون كو لا فام بوبسلون ولا بوتومون ولا كذا سي لا فام وسي لا فام اللي رافدتنا والمراه هي اللي رافده الراجل والمراه هي اللي وراء كل رجل عظيم امراه دونك المراه نو سو كونجوغ با ا ترافير اون اودور ولا ان فيزيك ولا المراه سي حاجه مقدسه. دانييرمون خدم معنا في المسلسل صديق الي اللي يلعب خضر في المسلسل يما قال كان اللي عجبني في كلمه قال لي احنا في لبنان ان احنا نقدسوا المراه صح. قال لي انتم هنا شغل المراه تحبوها ما تعبروش. قلت له شوف انتم بالك تقدسوها بالكلام، احنا نعظموها بالك ما نهضروش بزاف، انتم تقدسوا بالكلام مي حنا نعظموها. المراه بوغ نو سي لو ريسبي. لا المراه ماشي كيما هما، المراه حنا جاهدت كافحت ربات اونفان تحيا المراه. يا با بلو بو كو لا فام صح. مي راني ندور ونعاود لا فام سورتو في رمضان فودي كي سوا كوكيت بور سون ماري. والمراه الشاطره ماشي اللي طيب برك، المراه اللي تحافظ على لاطاي تاع راجلها. هذا رسالة أوجهها على بالها المرأة الشاطرة طيب مليح، مي طيب مليح لولادها، مي تخلي اون بوتيت بار لراجلها هكذا وتقفلوا على لاطاي تاعو البيانات تاعو. ديروا سبور اونسومبل وراو سبور تروحي تخدمي ولا تروحي تقضي ولا تروحي جينيرالمون لا فام كي تشوفك راح درت سبور تقول لك ما تنساش. يصون التليفون سي ما تنساش. ياس غادي ندير الغوبو ما غاديش نسمعك. نديروا لاباط. هكذا انتم كي نتوشيكم تديروا لنا الروبو ما تسمعوناش. انا الياس واش درت حبابي؟ واش درت في الغوبو باسكو سا بيرمي توجد لاباط تاعك بالخف. درت 150 غرام زبده، فيها كاس زيت، فيها 3 معالق حتى 4 معالق سكر، فيها 3 معالق لبن ولا ياغورت، فيها فانيلا، وطميت من بعد بالفرينه. تجينا هاد لا تيكستور هادي الي سابلي اي لو بيسكوليون ديجا اي تري بون. هنا التفاح نتاعنا جي فيه ريفونيغ في شويه زبده، 2 معالق سكر، ممكن ما نديروش السكر تماما، درت فيه شويه قرفه وصاي. هنا عندي شويه جوز مدشش راح نحطو فوقو هكا دشش. دشي يا بنتي دشي. ما بديش مي اون بو سون باسي نقدو ما نديروش. دير مي على حطيتي شويه صافا ها كملوا سي بون سي بون. بالي ياكلها يدشش بيان كوم يلفو يدشش بيان. الوغ هنا جو ميلونج هنا الوغ ما تخلوش يولي كومبوت التفاح نتاعكم خلوه شويه شاد روحه بهذه الطريقه. هنا عندنا السيرو فيه كاس ماء وكاس سكر وون رونديل تاع السيترون. اون فا الفيغ نديروه فوق النار لمده 10 دقائق حتى يغلي ونطفوا عليه. وهنا عندنا نوات كوكو راح نوري لهم انا. الوغ وهنا عندي اون بوش ادويل باسكو راح ندير لها لا باتا تارتيني. سخا ان كاتو تري غورمون، ان كاتو تري بون اللي يرافق الشاي، يرافق القهوه في السهره، يرافق المسلسلات. يرافق المسلسلات مسلسل يما اللي راه داير حاله هذا رمضان الله يبارك لموسمه الثالث. الناس راهم يزيدوا يكتشفوا اشياء كثيره واحياء اشياء جديده واحداث جديده في هذا المسلسل. راك تقول لهم باللي فريمون دي روبونديسمون ممكن يخلعوهم روبونديسمون كي على بالك باللي بداو من الحلقه الاولى مازال جديد ان شاء الله. و سكي بيان سي كو لي روبونديسمون كيما نقولوها ont mis en valeur beaucoup de comédiens, et beaucoup d'acteurs et les histoires pratiquement عادوا متقاربين لبعضهم. ان شاء الله في الكاتخ سمعنا tout le monde est star en fait. Il y a pas de c'est-à-dire il y a pas de premier rôle, deuxième rôle, il y a que des rôles importants. هنا pour mon cas je نشوفها autrement. انا بديت en 2014 donc انا الجمهور ما عرفنيش في يما. عرفني في بصمة الماضي، عرفني 2014 في بصمة الماضي، 2015 درت شتاء بارد، 2016 درت الجريح، درت من بعد درت النار الباردة، من بعد درت النفق، من بعد درت يما 1 يما 2 درك في يما 3 درت دي سيت كوم لحنت دي جينيريك دونك كواكو ليكسبيريونس دو يما ا دوني ا إلياس بن باكير دوني بوكو دو ماتوريتي في لو جو بوكو دو beaucoup de responsabilités, l'exécution des rôles. تعلمنا بزاف حوايج. لي كوميديان اللي خدمنا معاهم اوسي سي براتيكمون سي ليليت. كي تلعبي مع اغومي ولا تلعبي مع سمير الحكيم تتعلموا منهم. وي سمير الحكيم ولا تلعبي مع ميراد ولا تلعبي مع بالباي ولا هادو سي با دي موندغ كوميم اون بلوس. كي تعودي كيما نقولوها كوتشي باغ مسيو مديح qui est très performant dans le coaching. N'oublions pas aussi la touche inégalable et qui incommensurable de Najib Olbsir, l'assistant réalisateur, qui a fait que qui a choisi les rôles à l'hasab personnalité de chacun. Tout ça concocté avec notre frère et ami de longue date, Amr Bahloul, qui est vraiment un bon manager, un bon gérant et un bon producteur. Et Inch'Allah, il y aura d'autres producteurs aussi. Il ne faut pas que. Amr, pour moi, c'est un bon exemple pour les autres producteurs. Et Inch'Allah, il y aura beaucoup de travail pour les comédiens. Il ne faut pas qu'ils se nourrissent Ramadan ou ils se nourrissent le Ramadani. Il faudrait que l'État, je dis bien l'État, les producteurs, ils veulent travailler. Franchement, les producteurs, les comédiens, Alors, tout le monde. Il y a des mécanismes. On en a marre que. المشاهد يشوفنا برا يقولنا وقتاش نقولوا له رمضان واش حديروا لنا رمضان هذا على حتى رمضان. اسكو بالنسبه ليك المشاهد الجزائري يتفرج غير في رمضان يتفرج لا يتفرجوا طول طون سوف كو يكونوا مسلسلات ولا دي سيري ا بارتير دو 19 اور ولا هذيك لو طون لو الناس يدخلوا ديورهم يتبعوا مور الاخبار يشوف لا سيري تاعو سي بون. على حنا برونشي نتفليكس ولا برونشيك لي زوت مسلسلات تركيه صراحه دوك انا نحكوا على تركيا على حنا على ليطا ولا المينيستر دو لا كومونيكاسيون ولا دو لا كولتور ما يتفاهموش بور اون فوا بور توت ويديروا ان تروك انتر مينيستيريال يتفاهموا بور بوستي لا 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 برودكسيون سينماتوغرافيك اي اوديو فيزوال. ماشي كاع نسمعوا قال نقولها دوكا ماشي كاع نسمعوا قال تنصيب فلان باه يدير السينمائيه تنصيب فلان تنصيب من بعد تنصيبات ابري تنصيبات كوا وي بروبليم سي لي ميكانيزم واش هي النتيجه. اي فودري بون البريزيدون ربي يطول في عمره اون بون فولونتي مي فودري كو اللي جمع اللي تحت فودري كي سويف كومام باسكو سا بيناليز المشاهد. المشاهد على حتى يروح لنا نتفليكس والله علاه مشاهد جزائري يروح لي اكوتي برك يجي رمضان يبرونشي لي مع التوانسه ولا مع المراكه مالغري انا هذا هو اللي نقول. اذا كان مشاهد جزائري انه اذا كان سباق رمضاني في رمضان تبان لهم بلي الجزائريين يتفرجوا في رمضان الوغ كو نو. الجزائري يتفرج مسلسلات تونسيه مغربيه تركيه اللي هذه الحاله. كاينين ممثلين تاعنا فنانين تاعنا راهم يلعبوا في تونس. هم تاعنا الفنانين تاعنا يلعبوا في تونس هما يلعبوا بون يا اون بون انتراكتيفيتي ان بون ايشانج اوكي مي يفودري كو تحبس العقليه هذه قال الدوله لازم تلم لي برودكتور ايليت ولي بيرفورمون قال روحوا نقعدوا ديروا لنا خريطه الطريق خويا واش حاب تخدم واش خصك كذا 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 يفوريك لي تو سا. البرودكتور عنده ان ترافاي دو جيستيون دو كليرفويونس يدوا كونكوكتي لا فورمول اديكوات يجيب المخرج المليح يجيب ليستوار شابه بور كابتي لو بلوس دوديمات. اي سي 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 المومون دوكا قلت لك انا فرونشمون نقولها لك، الياس القسنطيني يقولها لك يونا مار. انا كي نسمع تنصيب فلان في الهيئه السينمائيه، تنصيب فلان سينما يا بخي بوركوا سا مارش با، بوركوا سا نو ديمار با، علاه غير رمضان كاين ارادات. سانو فاتيك حنا، سانو فاتيك اون طونك ارتيست. بدا بيا سبتمبر راني خدام، اكتوبر راني خدام، رمضان عطا ربي، عطا ربي رمضان حنا شهر التوبه، ما نخدموش كاع وما نتونوش في رمضان. فهمتيني؟ صح. واحد يروح يدير عمره ويدير كذا، ماشي يقولوا كذا راح نخدم ولا عفا. خلينا في المواكل، خلينا في المواكل تاعنا، للحديث باقيه، للحديث باقيه. الوغ هنا انا وريت لهم كيفاش نديروا الحشو تاعنا، ناخذوا شويه من لاباط نديروا فيها شويه باتا تارتيني ونديروا فيها هذيك الحشو تاعنا تاع التفاح، تاع التفاح اللي كرملناه مع الجزر. راح نديرها الطيب على 160 170 درجه مئويه، الطيب على 20 25 دقيقه. 160 170 كيفاش كوميم على قد حبيتها الطيب. وحنا رجال كي نسمعوا 160 170 شغل جهنم. 160 في الفور سي اون تمبيراتور باس. اه بون؟ اه وي وي. 160 150 اللي ما تحسش بها، سي سي ابارتيغ دو 180 200 اللي تولي تمبيراتور اللي نطيبوا بها تقريبا بزاف تاع المواكل. دونك هنا واش عندي؟ هنا السيرو اللي حضرناه راح نحط فيه الكاطو اللي طابلي، باسكو انا وجدته من قبل طابلي، وراح نحطو هنا نعاود نرمده. ما نقولها تشحريه. اه هنايا في نوا كوكو تو سامبلومون يجي الله الله عليه يشهي فوالا بنين، وبعد نشبحوه باش ما حبينا. حطت بينا الرحال اليوم في تركيا، مشينا وكان ضيفنا ضيف عزيز علينا إلياس القسنطيني اللي نورنا ونور هذا البلاطو. كان شرف ليا انك كنت معنا واكتشفت من خلالك جين هالطاجين بن باكير، ربي يحفظك. انا ثاني سعيد بحضوري في هذه الامسيه، يعني كواكو رانا عيانين مع الصوم، مي فوجئت يعني بالتنظيم والاستقبال المحكم من طاقم الحصه وكذا الديكور وكذا، يعني ليزيطاب تاع الحصه تاعك، يعني ماناش موالفين نشوفوا فرونشمون هاد الحصص هادو. تاني حبيت نقول لك نشكرك على ما تقدمينه سيدتي، باسكو راكي نتبعوا فيك والناس يشوفوك والعائلات يشوفوا فيك، الله يخليك راكي تقدمي في السهل الممتنع بطريقه جزائريه محضه. ما تقوليش بلي راهم يشوفوا فيك في قسنطينه ولا في الجي ولا في تلمسان، بقدر ما هم يشوفوا فيك في الجزائر العميقة. طريقتك بيان كو مصبوح انا نهضر معاك فوزات فرانكوفون، مي تجيدين العربيه والعربيه المفهومه السلسه هذيك. تسلم. والشيء هذا هو اللي خلاك يعني تبرزي يعني في فتره، يعني الله يبارك. ربي يخليك. انا نقول لهم باللي حضرنا اليوم امنيو، المنيو تاعنا تركي لكن فيه لمسه جزائريه وفيه طاجين جزائري قسنطيني، قسنطيني محض، اللي كان اللي تنسى شويه من عائله عريقه كما عائلتك، عائلتك اخي. اليوم حضرنا طاجين بن باكير كان لذيذ جدا، ديجا الريحه تاعو تشهي الله يبارك. حضرنا كذلك البيتزا بيدي، وحضرنا هذاك الجاتو اللي يذوب في الفم وفيه محشي بالتفاح وبالشوكولا. ان شاء الله يا ربي يكونوا استفادوا معنا، يكونوا قعدوا معنا حتى الاخر. احنا نقول لكم صحة فطوركم، تلقاوكم لقاء آخر.